التوفر على وسيلة التنقل أصبحت أمر ضروري في هذا الوقت اللي كثرات فيه المشاغل ولا فيه شعار جري عليا نجري عليك هو السائد، الشيء اللي خلى المرأة كما الراجل تقتحم مجال السياقة، ولكن بزاف ديال الرجال ما كيعجبهم السوق العيالات. لا علاقة، ما كنلقاش مع مشكل، ماشي مشكل، انا كنسمح في كنقول المرأة نخليها تدوز، ولا كنصبر كنعرف راسي خصني ندوز باش نبعد منها انا كاع نعطيها اتساع، بحال اللي كتكون مركبه 90 مثال كاين اللي ما كتكونش عندها الزعامه كتخاف كتضاشر. انا كنشوفهم انا كنلقاهم كاع في الفيروش بحال مكان كنقول لها زعمي دابا كتبقاي مصيره غير عباد الله الله، ولا ما زعمتيش راه ما غدوش. المشكل فين عندنا في ستاسيون مو ديال العيالات، يمكن ملي كنبغيو نبلاصيو شي سيده كان اللهم كان بلاصيها انا ما كنبغيش بلاصي هي. كاينه المراه اللي كتسوق مزيان وكان المراه اللي هي تخلق مشكل في السوق، من ناحيه الطريق ما فعلا كاين شي حوايج ما كتفهمهمش، فهمتي؟ تب مثلا كتم غادي الراجل كتم غادي في الطريق غير بالعينين كيفهمك، المراه ما كتفهمكش، المراه ما كتفهمكش نهائيا كاع. مطروح عندي هذا المشكل وفاهم وعارفه. يا اما كتحل الباب ولا كتزيرك مع التطوار، دابا الراجل ديما كيفهمك كيخلي لك واحد المساحه ديالك بينك وبين التطوار، المراه لا ديما كتبقى مزيرك ما بحال ما كتعرفش ولا يعني السوق دابا ولا الزحام اللي ولا اكطويلمون خاص الواحد يفو بلوس دو ريفلكس يفو اتر بلوس فلويد و بون العائلات اون جينيرال كيسوقوا غير بشويه مرزنين، ولكن لا فلويديتي ما كايناش، ديما فيه المشاكل في الطريق، فين ما كتلقى شي مشكل شي طريق واقفه شي حاجه كتعرف المره اللي سايقه، هذا هو المشكل ديال العيالات. واخا كتكون سايقه بزاف كتلقى ديما حتى حاجه ما كيديروها مقاده، هما السوقان ما كيسوقوش مزيان ما كيهضروش مزيان، عندهم مشكل، هذا هو المشكل ديالهم. واخا تقول توريها ما تبغيش تفهم، هذا هو المشكل ديال السوقان ديالهم، فين ما كتلقى شي حاجه طريق واقفه ولا شي واحد عطا دوبال ونسى كتلقى مرا وما كتقولش لك باردون ولا شي حاجه، ولا المرا هي اللي مزيانه وانت اللي ما كتعرف السوق. من جهة أخرى كيشوفوا العيالات وحتى في أمن الرجال أن المرأة بحالها بحال الراجل في السوقان بل حسن منه. بالنسبة للسوقان ديال النساء أنا كنظن النساء كيسوقوا مزيان لأنهم متبتين ويسو مينيسيوز في السوقان ديالهم وكيردوا بالهم ما كيجيوش ويوقفوا وتيحترموا القوانين أكثر من الرجال لأنهم هما مطبيعتهم تيخافوا، إذن كيكون السوقان ديالهم ردي فيه البال أكثر من الرجل، واللي خيخص بالنسبه اللي ما عارفش او اللي هو مبتدئ يرد البال بحال الطاكسيات بحال الطوبيسات بحال المحطات ديالهم، لانهم تيجيو تيوقفوا بالصدفه تيوقفوا على حساب لي كليون ديالهم، وبالدرجه الثانيه كيقدر تما يكون شي افات. اما من غير ملي كتكون الطريق مسرحه ومعروفه والانسان مولف عليها كنظن كيرد باله مزيان، ما كنظنش انا النساء انهم كيخلوا بهذا القانون ديال السير لانهم عارفين مزيان وتيخافوا وهذا اللي تيجعلهم انهم تيردوا بال مزيان. بول مومون كنشوف بان العيالات ولاو كيسوقوا احسن من الرجال باسكو هما كيخافوا الرجال ولاو الفوضى بارتو ولا كيجي يضرب لك هذا يدخل في لانتيردي سوج كو لي فام اللي ما كيديروهم شيء. السوق ديال 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 العيالات السوق فيه وفيه، المراه تتكون ملتزمه في السياقه ديالها حيت هي ديما تتبقى مراه وتدير القانون ديالها، وبعد الزحمه ديما يعني تتخربق عند الشغل، تيجيو الناس شي تيضرب على اليمين شي على اليسار وهي هما تيمشيو ديما بشويه. بعض الناس اعتقد الناس انهم تيديروا الروطار تيديروا عرقله تيديروا فهمتي، وتبقى مساله يعني المراه خص نورمال خص المراه تحترم في الطريق لان هي مراه وخص الانسان يحترمها ويدير بحسابها فهمتي، وديما تتبقى مسألة الاحترام ومسألة التسامح، وإذا كان التسامح راه تيكون يمكننا نتفادوا أي عرقلة.